النهارده جايين من بورسعيد عشان نقول احنا جايين نقول النهارده للجيش لا للارهاب، جايين نقول ان احنا كلنا كشباب حزب مستقبل وطن، جايين نقول ان احنا مستعدين ان احنا نقف جنب اخواتنا على الجبهه، مستعدين ان احنا نموت زيهم. كل اللي بيعملوه دوت مش هيخوف الشعب المصري، كل اللي بيعملوه الارهابيين دول الجماعه القاتله اللي عزلها الشعب المصري مش هيخوف الشعب المصري ومش هيخليه يتردد. الشهداء اللي بيموتوا احنا عارفين كويس ان هم بيزودوا الجيش صلابه، بيزودوا الجيش قوه، وبيزودوا الشعب قوه الوقوف جنب الجيش. نقول ان احنا جايين عشان ناخد حق الشهداء، جايين نقول كمان ان احنا ممكن او احنا جايين اساسا بسبب الوقفه ان احنا بنقدم 1000 شاب لمستقبل وطن يروحوا يجاهدوا في سيناء ويجيبوا حق الشهداء من هناك. احنا جايين ومعندناش استعداد نروح، جايين ونطلع من هنا اهلا على سيناء نجيب حق الشهداء دول، نكافح الارهاب في سيناء. احنا ما بنخافش، دمنا مش غالي ومش اغلى من اللي راحوا، ولو رحنا كلنا عشان البلد دي يبقى احنا ما عندناش مشكله وده حقها علينا. وقفه طيب، احنا رساله من حزب مستقبل وطن، حزب شبابي، ونقول فيها ان لو سقط شهيد واحد في المعركه ضد الارهاب في 1000 شاب زي ما انت شايف مستعدين ان هم يضحوا عشان مصر. بنبعت رسائل كتير لكل الاطراف ان شباب مصر بخير، وكلنا كلنا ورا القياده السياسيه ورا مصر ان شاء الله هنعدي المرحله فيها وهنبني الوطن ان شاء الله. طب عايز اسال حضرتك عن قرار رئيس الجمهوريه بالمحاكمات العسكريه لكل من يمس المنشات ويمس يقطع السكك الحديديه وكده، شايف حضرتك القرار ده ازاي؟ احنا علينا كتير من ولايات الارهاب، واحنا الوقت في حاله حرب. انت تتفق معايا ان اي واحد بيعطل المصالح العامه وبيحط قنبله بتفاجئ المواطنين الابرياء، بتحاكم محاكمه عسكريه، ومحاكمه عسكريه الهدف منها ان هي محاكمه تنجز الحكم بسرعه، ما تاخدش وقت زي ما تقول الحفاره الناس دي كلها، والناس بتنادي ان في محاكمات عسكريه للي لمس المنشات العامه، لكن اي شخص مدني بيخطا هيروح للقضاء العادي القضاء المدني. فاحنا كلنا طبعا مع المحاكمه العسكريه للي لمس الامن العام ويقوم بالاعمال الارهابيه، واعتقد ان كلنا متفقين على الموضوع. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، اي حد يامن العقاب يعمل اللي نفسه فيه، فالعقاب السريع المعلن هو اللي هيجيب حق الناس دي. اي حد يعرف ان هو هيتعاقب هيحترم نفسه، هيبقى كويس، هياخد باله، هيمشي كويس، وده اللي احنا عايزينه. المحاكمات العسكريه طيب، المحاكمات العسكريه لاي حد يتعدى على المنشات الحكوميه ده قرار صحيح مليون في المية. تاخر شويه مثلا ولا حاجه؟ ده اكيد، هو كان المفروض من بدري شويه عشان الحاله اللي احنا فيها دي ما كناش نوصل لها. شكرا. احنا مع رايهم موافقين عليه، بنقول للارهاب ان شاء الله ربنا هنقضي على الارهاب باذن الله، واحنا في ظهر الرئيس وبنقول له خد قراراتك واحنا في ظهرك، ان شاء الله هنقضي على الارهاب باذن الله.